طيب، رغم انه حضرتك يعني معارض دائم لجماعه الاخوان، لكن وحضرتك كنت مسؤول عن دار الهلال، استضفت الشيخ يوسف القرضاوي ايوه في ندوه سنه 2001. هل ده كان من منطلق برضو قررنا الحوارات في الفكريه؟ الحوار معاهم، وقرضاوي كان شخصيه مهمه وكان شخصيه اساسيه وشخصيه نافذه، مش متدغوش قوي زي التصور الموجود. في درجة من الذكاء والواقعية. الواقعية انه يفتي بعمليات ما يعرف بعمليات الجهاد والعمليات الانتحارية، هل لا، هذه واقعية؟ هذا التاريخ السري. انا ما بتكلمش عن ده، هذا هو التاريخ السري. انما في النهاية اعتقد انه قرضاوي كان من المؤثرين في فكر جماعة إخوان المسلمين، وكان يهم أيضا الحكم في هذه الفترة أنه القرضاوي يكشف ما لديه، وبالتالي سمح بهذا الحوار. الحكم ساعتها في 2001 للرئيس مبارك، نشرت له أيضا في سلسلة كتاب الهلال كتاب فقه الصيام والقيام، أيوة. برضو ده كان في أي إطار؟ في نفس الجهد، في نفس الجهد، أن محاولة الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين، محاولة كسر التشدد الموجود داخلهم، خلق جسور إذا كان من الإمكان، خلق جسور ضعف مواقفهم أيضا في أي حوار قادم. بعد 20 سنة تقريبا، 19 سنة على هذا الحوار، كيف تنظر أنت حضرتك يعني له دلوقتي؟ أنا بنظر إليه على منظور صحفي مجتهد، ويحاول قدر الإمكان أن يعبر حواجز ويعمل اللي ما اتعملش يعني، وأعتقد أنني أفلحت في أن أنا يعني أحقق مكاسب كثيرة مهنية من هذا الموضوع. وأعتقد أيضا أنني يعني ما أعرفش أنا ليه الحق في أن أقول هذا الكلام ولا ماليش، أعتقد أنني لم أبتذل نفسي في هذا الموضوع، وخرجت بأقل الأضرار منه رغم مخاطره الجمة.